It سيد الرئيس، السيدة السكرتيرة التنفيذية للاتفاقية الإطارية السيدات والسادة المشاركين، أود أن أهنئ الحكومة البريطانية على ترأسها المؤتمر الذي يجمعنا خلال هذه الفترة. كما اهنئها على حسن الضيافه واحكام التنظيم بالرغم من التحديات التي تفرضها الظروف الراهنه واغتنم هذه الفرصه لاتقدم بالشكر الجزيل للامان على الجهد المبذول لانجاح اشغالنا سيد الرئيس بعد مضي ست سنوات من اعتماد اتفاق باريس لا تزال اثار تغير المناخ تزداد حده فعلى غرار العديد من دول العالم تعاني الجزائر من تفاقم الظواهر المناخيه القصوى كالارتفاع اللامسبوق لمعدلات درجات الحراره وموجات الحرب بالاضافه الى التصحر وتدهور الاراضي وندره المياه وكذا الامطار الطوفانيه التي تسببت وتتسبب في خسائر بشريه وماديه جسيمه كما ان الجزائر تعتبر نفسها دائما في قلب انشغالات القاره الافريقيه التي على الرغم من انها لا تساهم الا بشكل ضئيل في مشكل الاحتباس الحراري الا انها اصبحت الاكثر تضررا من هذه التغيرات المناخيه بالمقابل تشهد المفاوضات بطئا شديدا من شأنه أن يجعل الوضع أكثر سوءا مما هو عليه الآن. بالرغم من التقارير العلمية التي تؤكد على استمرار ارتفاع معدلات درجات الحرارة على سطح الأرض. مما قد يؤدي إلى أضرار أكثر جسامة بالمقارنة مع التي نعاني بها أو نعاني منها اليوم. ولهذا السبب ولهذا السبب نؤكد على ضرورة توضيح سبل تنفيذ اليات التمويل من اجل عمل مناخي ناجح والخروج بنتائج فعاله وملزمه وعادله تضع اتفاق باريس حيث التنفيذ الفعلي وتراعي كافه المصالح او كافه مصالح الدول خاصه الاكثر تضررا من تغير المناخ كالدول الناميه وكذا الدول الافريقيه مع ضروره انشاء اطار مناسب يعتمد على آليات تسمح لجميع الدول الأطراف في اتفاق باريس الاستفادة من الفرص المتاحة من قبل سوق الكربون وكذا المبادرات الأخرى ذات الصلة. سيد الرئيس تبقى الجزائر تبقى الجزائر ملتزمة بتطبيق الاتفاقية الإطارية واتفاق باريس وفقا لإمكانياتها الوطنية، وفقا لإمكانياتها الوطنية. والمبادئ التي تقوم عليها هذه الاطر حيث تم تكريس حق المواطن الجزائري في العيش في محيط صحي ومستوى معيشي افضل وكذا مبداي التنميه المستدامه والحفاظ على الموارد الطبيعيه في برنامج الحكومه وفقا للتوجيهات السيد رئيس الجمهوريه عبد المجيد تبون وقد قامت الجزائر في هذا الصدد باتخاذ مجموعه من التدابير أولا، اعتماد مخطط وطني للمناخ يشمل 155 نشاطا في مجالي التخفيف والتكيف. بناء وتعزيز الأطر القانونية والمؤسساتية لرفع التقارير ذات الصلة بآليات الشفافية. بناء القدرات البشرية لمتابعة النشاطات ذات الصلة بالسياسة الوطنية حول تغير المناخ. صياغة النموذج الطاقوي لما بعد 2030 الذي يعتمد على تطوير الطاقات المتجدده اعتماد تاهيل وتوسيع السد الاخضر الذي انجز في السبعينات من القرن الماضي برفع مساحه هذا الغطاء النباتي الى 4.7 مليون هكتار لمواجهه ظاهره التصحر وكذا اعتماد برنامج وطني للتشجير من خلال مبادره شجره لكل مواطن لغرس ما لا يقل عن 43 مليون شجره وكذا اعتماد برنامج تحويل 150 الف سياره لغاز البترول المميع وكذلك استحداث هياكل وطنيه لتجسيد مشاريع استراتيجيه لانتاج الطاقه النظيفه كالهيدروجين الاخضر. سيد الرئيس تسعى الجزائر من اجل المساهمه في بلوغ الاهداف المسطره من قبل اتفاق باريس ولكن نظرا لإمكانيات محدودة وتزايد احتياجات سكانها لا زالت بحاجة ماسة إلى دعم فني ومالي كافي للالتزام التام بالأطر الدولية المعتمدة للتصدي لتغير المناخ والمخلفات السلبية فمن الاحتياجات التي يمكن تعدادها في هذا الشأن تطوير القدرات البشرية للقطاعات المعنية للسماح لها بتقدير آثار الأنشطة التي تقوم بها فيما يتعلق بمجال التخفيف واعتماد معايير نجاعة تمكنها إذا اقتضى الأمر من اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتصحيح النقائص فيما يتعلق بالتحكم في المناهج المتعلقة بهذا الجانب وكذا تعزيز القدرات البشرية والمؤسساتية للامتثال لأطر الشفافية المختلفة سيد الرئيس إن كوكب الأرض يستغيث من أجل إنقاذه. من أجل إنقاذه من وضع كارثي. ولن يكون ذلك ممكنا إلا بتضافر جهودنا وتضافر جهودكم أجمعين وجهود البشرية جمعاء. كوكب واحد، مخاطر مشتركة وحلول عادلة. شكرا لكم على كرم الإسغاف. Thank you, Your Excellency.